بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأن وكرهوا
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
والله الغني وأنتم الفقراء وإن